الاسبوع اللي فات خدت العيال وعملت السندوتشات ولميت الجيران والنبي عزمهم كلهم، خدتهم وقلت هروح بقى السيما ونحضر فيلم حلو كده، فيلم طبعا كلكم عارفين بتتكلموا، كل الناس بتتكلم عنه، فيلم باتمان في اس سوبرمان. قلت بقى ايه، هحضر فيلم حلو كده واستعيد الامجاد والذكريات، انا متابعه يعني. دخلت الفيلم ويا ريتني يا ريتني ما دخلت الفيلم. يا شماتة مارفل فيكي يا دي سي، ليه كده؟ ليه كده؟ ده فيلم تقابلوا بيه جمهوركم، بذمتكم مش عيب؟ انا برشح لكم تعملوا لجنه السنه الجايه برئاسه الاستاذ احمد السبكي، ومعاه الاستاذ وليد التبعي، ومعاه الاستاذ الشحات مبروك اللي مشرفنا كابتن مصر، واللي مشرفنا في امريكا التاني، استنى انا كاتبه اسمه جنبي، الاستاذ يوسف منصور. باتمان ده اصلا راجل غني متريش، معاه فلوسه، معاه طيارته، ابوه وامه ماتوا زمان هو متستم يا حبه عين. الواد سوبرمان ده اصلا جاي بالباراشوت كده، جاي علينا من كوكب الكريبتون، نزل بالباراشوت، هو خارق من هناك وبتاع، بس يجي هنا عادي ولا يسوى، وهو مش سوبر، ده صحفي نص لبه. لا بصراحه باتمان اشتغل على نفسه كتير، خلينا نجيت الحق، لو انه الفيلم ده تعبان جدا وخلصان وتاخد اللبس اللي لابسه، لا لا استنوا استنوا هاجي لكم على اللبس، لا استنوا تعب خلاص بقى الراجل، كفايه شعره ابيض يا جماعه. ايه يا اختي سوبر ده المحن اللي انت فيه ده، كل ما تيجي يا اخويا مشهد تبوس البت وتحضنها؟ لا مش كده يعني، ده ما فيش مشهد شفته جه عدى قدام البت ما بسهاش وحضنها، مش كده، ده انا قلت باتمان هو اللي عنده محن اكتر منك وبيتمحن على اي حاجه ويعيط ويفرفر ويفتكر ابوه وامه على اي حاجه، ومش زيك الفيلم ده. لا ما كانش كده، باتمان كان هادي وراسي وعاقل ومركز، معروف ذا وورد جريت ديتكتيف، يعني ديتكتيف في نفسه كده. نيجي بقى لسوبرمان بقى لبسه، ايه يا سوبرمان؟ والنبي واحد يلبس لك النضاره بقى الصحفي وقلع لك النضاره بقى سوبرمان، ما عرفتكش انا كده؟ وانت مديرك ده ايه؟ مديرك ده ولا كمان من الاسبوع اللي فات من الفيلم اللي فات قلعه، وانا مش فاهمه ليه يعني، ده انت لو كنت بتغسله كنت نشرته لك، كان زماني كنت حتى ساعتين فيلم مش عارف تنشره، ده انا كنت كويته لك كان ناشف. الفيلم اللي فات راخر برضه مش عارف تلبسه، لا بوظت له لبسه، بوظت له لبسه خالص. لا نيجي بقى للبت الاسرائيليه الثانيه الفرعه دي اللي جايبها لك، قال ايه عامله لك دور وندر وومن. لا لا يا اختي، ده لو كانوا جابوا وفاء الاستاذه وفاء عامر ولا حتى الاستاذه غاده عبد الرازق، مالها ده غاده عبد الرازق ده كانت عملت دور برقبتها فرعه وحلوه، وكانت حتى كانت تطري القعده شويه بدل ما هي الفيلم كله ضرب ضرب ضرب. لا البت الثانيه دي دمها واقف، لا مش عجباني، ما اختياركم ده مش حلو ومش عاجبني خالص، انا بقول لكم اهو. طول عمره لوكس روزر، قرعته هي اللي بتدي قوته، السنه دي طولوا له شعره، مش حتى طول عادي، لا ده طولوا له بقى كده اهو، وبعدين ايه؟ رجع تاني في السجن حلقهوله، يعني يقعد يربي ويعمل ده تكلفه، ده تكلفه على الفاضي، ليه لازمتها؟ ليه لازمتها؟ وعدو واحد للاثنين؟ لا، لا مش داخله دماغي دي خالص، لا. في اول الحلقه انا قلت لكم هات استعينوا بالاساتذه الكبار بتوعنا هتعملوا حاجه كويسه، بجد، عشان انا خلاص خلاص تعبت، يعني انا لو ضيعتوا عليا حاجه تانية دخلت فيلم تاني ولقيت المنصب ده، لا، لا. انا بلغتكم اهو، انا بلغت شاهدين، كله شاهد معايا، بس. شكرا. طول عمره لوكس لوزر قرعته هي اللي بتتسيب.